مرحبا بكم معنا في عدد جديد لاستديو سبور. في حصة اليوم نستضيف صديقنا وزميلنا علي بن شيخ. علي بن شيخ مرحبا بك معنا. الله يسلمك. يحضر كذلك معنا اللاعب السابق لفريق شبيبة القبائل هداف البطولة لو ريكورد مان دي شامبيون دي بوتورا دي شامبيون ناسيونال ناصر بوش. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك معنا. كذلك نستضيف اللاعب السابق لعدة فرق عبد الكريم ميرمش. مساء الخير. يعطيك الصحة. إذا في حصة اليوم راح نتكلموا راح نحاولوا نديروا حصيلة تاع البطولة يعني أن بيلون تاع لو شامبيون ناسيونال البطولة الوطنية. دوك الشعب الجزائري كاع عارف بلي الكرة الجزائرية تفونكسيوني هكذا بهذا الشيء هذا. والسكي مالورو سيك دوباج يسانكسيونيوهم والرشوه اللي تكلم عليها ما شفنا والو جوسكا بريزون. واش قالوا واش راك تهضر؟ ما تخدمش لحاجه ما شتاش وانت تهضر. هو واحد شاف هو حاكم كاع سرابس يجيبوها كاع الاخبارات ليه يجيبوهم له كاع ليه وهو من الفوق ينشرهم يعني هو على يعني باله بكلش حنا ما على بالناش. ما تحبش الشامبيونات تاع الجزائر؟ ما تحبوش كاع الفوتبال تاع الجزائر؟ كاع ما تحبوش الشامبيونات تاع الجزائر؟ الفوتبال تاع الجزائر كاع ما تحبوش يا سير ما تحبوش. بصح مالكش تشوف عليه يا سير 30 بالهداف عليه. اسكت شويه راك شغل ما باغي تهضر غير وحدك يا بن عمي. اسكت شويه نقص ماني سير. الشامبيونات تاع الجزائر هذا اللي يحبوه سيك مريض ولا عنده ديزانتيري سي تو. تسمى انا عندي انتيري على بالك ما عنديش انتيري انا. اللي يحبوه عنده سوا ديزانتيري سوا مهبول. سوا مهبول تسمى انا مهبول. اه في دقيقة مش هكا شنو ناصر حاملك قدامه هكذا. تسمى انا مهبول وانت راك مهبول. كاش حاملوها هما باسكو مانيش عارف الكونتر الجزائر ما تحبوهاش ولا جو سي با. لا لا ما تخلطش الجزائر والفوتبول. دخل الجزائر انت ما تخلطش. ما تحبوش الفوتبول تاع الجزائر. ماشي فوتبال هذا بلوطه. شو فوتبال هذا بلوطه هذا اللي كومبين اللي صاير اللي وراهم عليه ما كاش صاير العجايب في الكره الجزائريه. طاوش العجايب عجايب صاير اي بصح على بالك يقول لك في العواشر يقولوا الشيطان ما يكونش وصفي لونطم اللي راح منا صفا حاكمه بلا ما يجي هو كلش لعبك شو تعمل ها؟ على بالك واش راك تهضر على بالك؟ اه انا على باليش. راك قول لي يا كريم وقول لي. والله العظيم يعني غير واش راك تهضر. قول لي قول لي. والله راك تهضر فو يعني. اي راك تهضر مليح والله العظيم غير دي فاس. اي روح قول لي. والله العظيم. اي تقول لي وراه هنا كوريبسيون انا نحير فيك ما عندك كاشين بروف عندك. اي فهمني كاشين بروف عندك. يا حمو هذا اللي سمعت واش كان يقول من قبل ما نبداو. انا عمي دوبل فاس يعني. يعني شو قلت انا نحضر الصح انا نورمال انا نحضر الصح. غير بزاف هاك تشوف هاي سخانه طلعت له راك تشوف سخانه طلعت له. انت 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 يا جحا كي تعرف كلش انت جحا تعرف كلش. هذا حبي يجيب ديبلوم 4 سي ويجيبوه باش بالبروسه الحمد لله. هذا واش حب يجيبوه بالبروسه وهذا عيب عليك ولا تجيبو بالبروسه. انا خاطيني البروسه عليك. لا لا بيع. انا خاطيني البروسه عليك. علي تقدر روح شرب قهوه ريح في الدار وقعد خير. صح هذا بروسي مليح باين وما يحبش غير يديفوندي. والله والله ينعم. لا لا راك تهضر في دي بارك تهضر خويا. امسح انا الراي ورايك الاخر الراي لا لا دوك يا حمو يا حمو دوك هو حب يجيب ديبلوم. حنا ولا دوك كان قلت لنا في ليكوليس حبيت ديبلوم نعاونوك نبروسيو معاك دوكا ولا ديبلوم. اسمع لي علي علي انا ديبلوم. اسمع اسمعني انا راح نقرا قلت له حصه تاع الصباح يا حمو باش يضحك قصر ولا انا في الحمام انا. لا ما تزعلش ما تقلقش ما تقلقش انا في حمام حمو هذا راه مسؤول تاعك ما تنساش. واش مسؤول تاعي ما عندي حتى مسؤول تاعي انا خلصت الكونترا تاعي. اوه خلاص كونترا قوي قاعد يا حمام هذا يا من نوع دوك فهمتو كريم انا نعرفو غير دوك فهمتو او يهضر هكذا دوك كي نخرجوا يقول لي والله يعني ما كاين والو وانت وكذا باسكو علاه واحد اللي يحب يجيب كارسي هذا. لا 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 دوك يديرها مع لي كانا انت مدار يديرها مع لي بريزيدون ودار كيرا ومن بعد تحمو تعنقو واش راك لاباس مليح انتوما اللي كنتو ديروها عليه. انا ما نديرهاش انا لو كان كنت نديرها كراني اونترينور بارتو ما نديرهاش علي علي دوك اللي رينوفلي دوك العام الجاي ولا كيفاش؟ انا خلاص الكونترا تاعي كيفاش العام الجاي كريم؟ رينوفلي انا خلاص الكونترا تاعي انا دوك كي فقت له بلي تاع هام هام خاطينا انا خاطينا يا خويا الهي هام هام انا شتو اسمي من على عن بالي كذا
دوك نبروفيك بلي يكذب. انت ما تكذبش. إيه؟ كان نهضر عليك. تكذب ولا ما نكذبش؟ ها؟ تكذب ولا ما نكذبش؟ ما تكذبش. لو قلت لي انت ما تكذبش. قلت لك انت تكذب في البلاط وتكذب. سخانه طلعت له سخانه طلعت له. ماشي انا. طلعت له سخانه بالعقل ما توليش جيبوا له كاس ما ولا لا عم جيبوا لك كاس ما نسلمش. جيبوا لك ليك بالك طلعت سخانه. انا والله صح قول لي بكل صراحه قدام جماعه. اه. واش راهم يشوفوا فيك كاع الشعب. اه ما يشوفوا فيك حتى الشعب. لا لا ما يشوفوا فينا كاع بصح هادي. قول والله ريبون لا كيستيون. قول والله خطر ما جيت في ليكول وصبت عندك ولد سمين قد هكذا. ايه ولا عندها بزاف لا عندها بزاف بصح كاين شكون بعثو شكون بعثو خلينا نهضر ريبوندي من بعد نكملو ريبوندي من بعد نكملو صبت ولد سمين هكذا 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 بعد دخلت لك قلت لك حكيتها لك ناصر قلت لك كريمو دوك هذا يكون لا هذا شت قرعة اورانجينا من وليد بومبون باين ياكل بزاف بعد قلت له واش هذا قال لي والله يعني عندك الحق قال لي بصح شمت باباه انسان روندالي با مال دو سيرفيس وكذا تهلا فيا وقال لي وتحوزوا قلت له شوف قلت له شوف واش عليه هذا تحوزوا عليه او يدهنك مليح قلت له خليه غير ينطري بالك تسني له لي صوص قلت له خليه ينطريني ربما يشي انا روندي له سيرفيس انا نخلص مليون انا حاجه اسمح لي انا نخلص مليون عليه مليون لا 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 تكذب مليون انا هذاك الوقت خلص زوج ملايين باش زوج ملايين كنت زوج ملايين مليون عليك لا لا كنت خلص زوج ملايين مليون يا سيدي مليون يا سيدي 500,000 خلاص لو الكونترا كريم اسكو الي رونوفلي اتون افي العام الجاي انا عطوني 20 مليون نولي هذا ديجا دوك هنا ما نكملش معاه ليميسيون هادي علاه؟ باسكو انا مداري برا يتلاحس لي وهنايا سون بيتي انا ولا ولا ديفوندي غير في لا لا ما تنحس حتى واحد عليه اسمح لي انا ما نبقاش حتى واحد لازم تكون دار صح ما عاد كيما هذا تقعد ما تكذبش عليه لا 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 حبي يدي كابسي بسير حبي يدي كابسي بسير كمل كمل حبي يدي كابسي بسير ها؟ ايه دايره راح لبومرداس خو لا بومرداس في الكار 10 تاع الصباح كان بعثته الحاجه يما كان بعثته يما ما يروحش وعلي حضرنا لك انفيتيير احش الناس بالك سؤال بالك واحد الراي عليك انت يا راح نسمع انا نسمع واش عليه علي بن شيخ في مارادونا في الارجنتين وانت في الجزائر ربي يحفظك ان شاء الله علي بن شيخ فاهم له في البروبلام اللي بينك وبين محل الحمد لله فاهم علي راك سمعت نعم زين بون كان مارادونا في الارجنتين وعلي بن شيخ في الجزائر مليح عادي لا يعطيه الصحة هذا كبر بينا بالبزاف مارادونا حاجة أخرى مارادونا جيني بور لا دوزيام كيستيون واش بينك وبين محرز؟ بين الناس قاعد بزاف لا الناس لا لا شوف شوف هذيك دوك فهمتها شحال من خطرة ولكن أنا لامبريسيون خطرات مش عارف راني نتكلم بلغة مش عارف واش من لغة بورتو نساب راني نقول لهم بلي العام اللي فات ليستر تلعب على الحبطه محرز كان في ليكيب ناسيونيل يلعبوا هي لي غوش ما كانش يبان وليستر على الحبطه ولي فيديو وريناهم لالجيري كاع شافت العالم شافها قلت له كي سقساوني على محرز هذاك الوقت قلت له محرز هذا العام مليح ويخرج منه هذه العام اللي فات ليومنا هذا نهار تكلمنا على محرز قلت لهم كيما قال رانييري كيما هو يقول على نفسه كيما انا قلت لو محرز خليوه يبروغريس خليوه ترونكيل لا سي لو بروغريسي كيما يلزم الحال بيسك عام قبل قلت يخرج منه فهمت واحد اخرين واش داروا نحاو الكلام هذاك وحطوا كلام واحد اخر وربي يسمح لهم على كل حال كاين اللي يهضروا كذا هذا ما كان ما كان والو اسمح لي هم يقولوا انا سمعت بلي علي غير محرز او كي خدا الفلقه من قبيلة على كابسي حبي يجبدها هذه تعرف علاش ما تديش 20 مليون انت والناس اللي كيما انت تعرف علاش باسكو اللي مدلول يقعد مدلول يقول زوج ملايين ويقعد بزوج ملايين اللي راجل يقول ما نقبلش ما نخدمش انا تقبل ما نخدم العام اللي فات كنتو شي زوج ملايين ما نخدمش والله العظيم يا حمو والله العظيم لو كان جيت كيما هو نروح للبنكه نقول له هكذا يقول لي ما كاش دراهم بعد نقول له لا شحال يقول لي بقاو غير زوج ملايين
ويقول لي كاين فلان داس نطلع نروح نروح يقول له اسمع على ما تدافعوش على ما تدافعوش على لي زونترينور نتوما على ما تهضروش على لي زونترينور سديد تحت على ما تهضروش انت راك راجل انت يعني بصح نتوما مسؤولين نتوما تهضروا كيف الفوتبال تكريتيكي وانتوما في الهداف تقعدوا تهضروا قول صح صح ما تدخلش على البريزيدون راح الدار ما قلتوا لي لا لا دوك يحاوزوا انا قلت لهم نغسلهم عليه قلت له ندخل تخدم نغسلهم تعطيهم تشبعهم ناصح عليه ناصح عليه قلت لهم انا ندخل ليه على بالي وسي با لي راك تكذب هذه ماشي مرور نقول لهم نقول له البريزيدون البريزيدون هو اللي يدير لي صالير كي تدخل هذا منهم باسكو يبعث هو هو زعما الصحيح وليد باب الواضح يضرب وكذا قال لي اسمع قال لي لا علي قال لي دوك هذوك زوج ملايين ونحيوها لنا بالعقل بالعقل ونسي جامي نمروا الفقرة الأخيرة تاع الحصة تاعنا علي عندنا كرسي راح تريح فيه هذا كرسي الاعتراض السؤال الأول نعم أنت دائما عندك أديان في الفوتبول سير بزاف الأديان كاين يقول لك ديجا صاحب صنعتك وعدك كاينين العديان كاينين هذه اسمعني عليا الا اللي ما يخدم ما يدير والو وهكذاك بتاتر عنده عندك علي دوزيام كيسيون كاين ناس في لا فونكسيون جوستومون اللي انت تغير منهم نو ما نغيرش منهم لان لو كان حبيت هذه المهنه كنت نروح نجوز ديبلوم تاعي ونخدم وين نحب علي في لا كارير تاعك اسكو كاين دي زونترينور تسببت انت في لي موجاج تاعهم؟ جامي بحكم انك يعني جامي جامي ندخل لا لا والله جامي هذه بالعاني ديرها تصوني يعني برك انا شوف نزيد نريبوندي لك حاجه كان اونترينور هو يعرفه هو وين قال لي دير معايا اللي كيت قلت له جامي ورانا في العواشر ولا راني نكذب ربي يجيبها لي لا لا كنت جوار راني نقول كنت جوار وقال لي نديروا لي كيف انا وياك قلت له لا لا نخاف نقيس عن جوار جامي علي اخر سؤال قلت في 82 على بالي باللي كان طاح رمضان لا كوب دي مون طاح رمضان انت على ما اظن صمت ياك هكذا نعم على ما على صمت صمت بريميرمون باسكو ما كنتش راح نلعب وكنت على بالي بلي ما نلعبش نو ديبار كاع بلا ما نحكيو على ماش دونك قلت يفو ميو نصوم لو كان المدرب جا قال لي غدوه راك تلعب كنت ما نصومش باسكو ما تنجمش تصوم في شالور باري كنا في المكسيك في الاسبان باردون في الاسبان سخانه بزاف دونك ما تنجمش تلعب ماتش او نيفو وانت صايب ورمضان ثاني سي ساكري ورمضان باسكو ما لعبش يفون ميو نصوم بيان سور فوالا اوكي راح نشوفوا اخر فيتير هكذا انا عمه شاهد بابا ما تزعفش هذه غير كاميرا كاشي شوف مع كريم هو اللي دار كلش يا علي جابوا على بيها كريم كان طايح عليه على بيها ابن عمي انا شتو قلت سيد ولا مرخص قاعد تبدل قاع يا ابن عمي ماشي هذا اللي نعرفه اش عليه يعطيكم الصحه كل حال يعطيكم الصحة نتمنوا رمضان كريم لكاع الشعب الجزائري واللي همام في الخارج نقول لهم صحة رمضان لكم وإن شاء الله تجوزوا رمضان كما يقول في العبادة وفي الهنا والعقوبة العام الجاي إن شاء الله يعطيكم الصحة تفضل عليه علي سيرينا